يواجه فريق أشبة القبائل فريق تيرغوتي سبور التركي في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل كي تشاهد مباراة مع فضل اللطات بزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا مباراة سوف تقام على الملعب تركي سبور في تركيا في زمن الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة الخامسة بتوقيت قطر والسعودية والإمارات وتركيا وسوف دعم المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق تركي سبور التركي لا تنسوا لايك لا تنسوا لايك بالقناة وأيضا تفعيل الخاص لتصل الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة وأضرب لكم في مواد قادم